مرحبين مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج مش فلين. بخبرة قليلة وإمكانيات بسيطة أصبح بإمكان أي فرد وبسهولة خلق محتوى بيملك كامل, كامل المواصفات المطلوبة هيك بيوصف البعض الذكاء الاصطناعي هالأمر ممكن يسهل حياة الكتار ويوفر وقت بكتير من المهن ولكن المخفي أعظم خبراء حذروا بالأشهر الأخيرة من مخاطر عديدة وغير مسبوقة للذكاء الاصطناعي يلي بلش يشكل تهديد على عدة صعود وأهمها الحروب فبين المخاطر والفوايد هل ممكن انه نوصل لوقت يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر وهل من دور له بالحرب وتطوير الاسلحه هالأسئلة وكتار غيرها رح تكون محور حديثنا مع ضيفنا بهالحلقة مهندس الاتصالات والمعلوماتية سلوم الدحداح كما رح نتلقى ارائكم واقتراحاتكم عبر هاشتاغ مش في على منصة اكس وفيكم تسمعونا وتشوفونا على موقع الإذاعة الإلكترونية و وصفحاتنا على السوشيال ميديا فيصف لبنان 100.5 سلوم الدحداح أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بالبداية أول ما العالم يحكوا عن الذكاء الاصطناعي أو الاي اي دغري بيروح راسهم على تشات جي بي تي ليش هلا انه هو الاكثر استخداما ولا الاكثر ترويجا يا ريت بتوضح لنا هيدي الفكره تشات جي بي تي هو اذا بدك اللي عرف العالم فعليا على خبره الذكاء الاصطناعي اليوم العالم كله لها AI. اي هي الافلام كانت تشوفها بالسينما او البعض بتشوفها بالسينما يلي هي الروبو يلي بيتحكم مثل الانسان وبياخذ قرارات هذا شوي سينمائي سيانس فيكسيون <مم> هذا سينما اكثر ما هو فعلي على الارض اول خبره لما صور العالم فعليا هي تشات جي بي تي لانه تشات جي بي تي وصل معه باز كثير كبيره ووصل كثير على كتير مستخدمين بوقت كتير قريب وهذا الشيء اصلا بدنا نشوفه من ار ام جي بي تي والعالم اختبرت انه في شيء مكانة عم تحكيها تجاوب على هذه المكنه هذه كانت اول مع هون عم تحكي يعني عم تحكي عم تسالها وتجاوبها المكنه هم بنحطها بين هلالين هلا بنرجع نتوسع على هذه النقطه اكثر بس هذه كانت خبرتها للعالم مع الذكاء الاصطناعي انه في حدا بحكي بيعطيني اجوبه بساله عن شيء بيجاوبني فشو ما بتسالي لتشات جي بي تي دائما عنده جواب لانه هاي الطريقه اللي هو مبرمج فيها او هاي الطريقه اللي مكون فيها تشات جي بي تي تكست اي اي الاي اي كان موجود قبل صحيح على أي صح... كيف كان موجود قبل ما نتعرف على الشيء اللي... اللي اسمه تشات جي بي تي من كم شهر لورا نحن نعرف أنه كان موجود وكنا نلاحظه إن كان بطريقة تعاملنا مع مواقع التواصل الاجتماعي ولا إن كان بطرق طرق أخرى أي متى كان موجود و... وين أكتر شيء كان موجود موجود باستعمالنا بشيء شبه يومي اللي بيستعملوا الانترنت واللي بيحضروا فيديوز بشيء اسمه ريكومنديشن انجن موجود عند شيء مثل منصه نتفليكس يوم تفوت على نتفليكس بيعرف بحب انه بحب احضر هيدا مش بيعرف تحب تحضر هيدا هيدا بيزد على كميه داتا ما عنده اياها هو من فيديوز من انواع الفيديوز بيزد على behavior معين انت بتحضريه بتجيبيه وبيزد على بروفايلينج لانه نتفليكس عندها بيانات كثير كبيره من فيسبوك بيعرف انت شو بتحب اوريجينالي هودي مجموعين مع بعضهم محطوطين بقلب ماشين لا ينعمل لهم اناليسز لك اياهم الاي اي هو بس لنوضح شو الاي اي للجميع الاي اي هي ماشين بتاخذ ديفرنت اوتبوت بتاخذ ديفرنت انبوتس هيدي الانبوتس هي كلها داتا يعني هي ويزر داتا من اناليتكس يعني من شيء عم عم بجيب عن طريقه استخدامنا بجيب من اي موقع عم نفوت هي داتا عنا مينلي مجمعة بقلب مكنة بيزد عليها تعطيك اقتراحات يعني اليوم إذا بدنا نحول هذا الشيء لموضوع أهين إذا اليوم زميلتك بالشغل إلا معك خمس سنين بسألها يارا شو معقول تحب كادو راح يكون جوابها أفضل من حدا معرف عليك إلو شهر لأنه عنده داتا أكتر عنك تقدر تعرفهم سو so, هون إذا بدك زميلتك لعبت دور أي AI, AI. هذا هو الآي AI بشكل كتير مبسط وهين للجميع يقدر يفهم شو عم نحكي عن شو عم نحكي الذكاء الاصطناعي هو فعلا ذكي مثل ما بيوحي اسمه ولا هو مجرد شو المعلومات اللي بتعطيه اياها شو المعلومات collected. الكولكتد هذا الكولكتد. هذا دائما الباز شو آه. عندك قد عندك كميه معلومات هي وظيفتها هي ما كان بالنهايه عندها انت اليوم هلا اذا بعطيك جريده تقرئها بدك 50 دقيقه او 60 دقيقه تتصفحي كل صفحاتها وتقريهم كلهم بالماشين بدها تقريبا 30 ثانيه او 40 ثانيه تقريهم كلهم هاويفر الفرق المهم انه انت يمكن بس تقري خبر تقدري تحللي لوين ممكن يودي هذا الخبر او تقدري تفهمي انه ممكن يصير هيك ماشين الاي اي يعني ما بتقدر تعرف انه رح يصير هيك بس رح تقدر تقراهم كلهم ورح تقدر تجاوبك عنهم بسرعه يعني فيك تقولي لها آه هل مكتوب عن أزمة الغاز بلبنان؟ رح يقدر يقول لك إذا مكتوب ولا لا، أنت ما فيك تجاوبيني بهالدقيقة لأنه ما تكون لحقت تقريتي كل الجريدة. سو هي أجين so, yeah, عم نجمع داتا وعم نعمل لهم ميكس بشكل إنه نطلع أوتبوت لهيدا الأوتبوت يكون عم يعني عم نجرب تو ترين ماشين نطلع لنا أوتبوت نقدر نستفيد منه. فيها تكون بريكومنديشن لفيديوز، فيديوز بنحب نحضرهم، فيها تكون بمكتب محاماه لكيس قضايا سمرر لكيس قضيه هلا عم بعملها أه فيها تكون لأقدر اقدر اعرف عجقات السعر اي ساعه بيكونوا سو so هي اتس فاست كومبيوتيشن ميثود لا اقدر طلع داتا بس ما بقدر ما بتقدر تفترض هي بتقدر من الداتا الموجوده عندك كل ما يكون عندك داتا زياده كل ما تعطيك اكزاكتلي exactly. كل ما يكون عندك زياده داتا كل ما يكون الجواب تبعك البريدكشن تبعك هي اصح لانه صار عندك عينه اكبر ولكن هل يمكن الاتكال على هالمعلومات اللي عم بيعطينا اياها واذا ايه هل يمكن الاتكال بكل المجالات هون بتف... بتوقع سؤالي اكثر عن تشات جي بي تي اكيد تشات okay. جي بي تي اليوم مكون من داتابيز كثير كبيره في بقلبها انفورميشن كثيره اليوم تشات جي بي تي شو اللي حبوه في العالم انا اليوم ما بعرف شيء بالطب بعيد كل البعد عن دومين الطب بيجي بقول له حاسس بطني عم وحاسس بيوجعني وحاسس انه بيوجعني مثل اليمين فتشات جي بي تي علي باراجراف بطنك عم بيوجعك من اليمين هيدا ممكن يكون بيعطيك احتمال اثنين ثلاثه بتروحي بتوصف انه هذا هو الجواب وتشات جي بي ما انا عم تشات جي بي تي شو جاوبني هاويفر اصحاب الاختصاص يلي شغلتهم حكمه البطن او يلي شغلتهم عده محاور تانية جربوا كل واحد بضمانه وشوف تشات جي بي تي شو بيطلع في دراسه بكندا قالت انه ما قدر باحسن فتره قدر يوصل ل 46% لاجوبه صحيحه واللي هي حتى مش النص صح وهون بننبه من استعمال الاي اي يعني هون كتير مهم الاي اي ممكن يجاوبنا على شيء صح بس ممكن يجاوبنا غلط فنحن اذا ما ضمن اصحاب الاختصاص وسالنا الاي اي عن شيء فينا نعتبر انه هذا الشيء بينه فكره بس ضروري نروح نسال اصحاب الاختصاص وهون في كيسز متقدمه بهذا الموضوع سببت مشاكل للعالم واحد من الاشخاص جاب من شات جي بي تي كونترا اجار لبيت هذا كونترا الأجار لبيت حمله واعتبر انه هذا الكونترا صح لانه هذا محطوط على شات جي بي تي شات جي بي تي صار مضرب بطل <applause> <متل>. أخبر <applause> من المحامي 100% فلقطوا لهذا الكونترا استعملوا وفات طلع بهذا الكونترا في شيء كثير بسيط نسي اي بس هو كثير مهم اللي هو ما في اكزيت كلوز يعني متى مستاجر زلمه الاجار اند فيني اليوم على الان بعال الأمن المستاجر منه من وراء هالكونترا اللي انعمل بتشات جي بي تي يعني ما عنده في حال بكره قرر ما عنده محلات اكزيت منه يعني انت منك سلم دحداح ما اللي بفهمه من كلامك انه ادخال تشات جي بي تي ببعض المهن او ممارسه بعض المهن اذا انت صاحب اختصاص بلا يعني انا ضمن اختصاصي نحن اليوم اوقات بنعوز نكتب كود حاعطيك اكزامبل عن بايثون كود هون شوي هذا الموضوع بخص اللي بيشتغلوا بالبايثون بايثون كود في شيء اسمه اندنتنج الاندنتنج اذا منه مضبوط ما انه مزبوط ما بيقلع الكود كانسان تتقدري تقدري تقريه وتتاكدي منه وتشوفي اي سطر معقول يكون زيح معقول تروح ساعه ثلاث ارباع ساعه ترجع تظبطي او معقول تلاقيها بخمس دقائق على جي بي تي دغري بيطلع لك الريزلت وين الغلط تبعه وين الصح بظرف دقيقه او دقيقتين هذا الافونتاج الكبير بقول لك بهذا اللاين لانه اجين عنده استيعاب عنده قدره قراءه اعلى بكثير من الانسان وأصل. بس هو ما انه قادر يكتب السكريبت اللي انا بنيته لانه انا في وراه فكر لوين بدي اوصل هو ما بيقدر يعرف شو اليوز كيس اللي عنده وعلى اساسها يكتب السكربت ويلاقيها ويلاقي الحلول تبعها حتى بموضوع الكود في كتير اشياء بيعطينا اياها بس منها اوبتمايز يعني بتجربيها لشخص واحد يمكن تلاقيها كتير منيحه وشغاله بس اذا بتحطيها برودكشن في عندك عالم كتير عم بتفوت السيستم ما بيمشي لانه ما انه اعطيك افضل طريقه لتحطيها وما انه اعطيك اذا اوبتمايزد واي لتلاقي القصص لكن احنا بنستعمله اكثر ك هو منه جوجل نفس الوقت كمان منه سيرش بس لا نحن بنستعمله أكثر, أكثر, اكثر من سيرش لا لا شو الفرق بينهم كمان هذا كمان مهم كتير جوجل كل الاجوبه تبعه بيزد على الويب سايتات الموجوده لانه يعني هو بيعمل اندكسنج لويب سايت يعني اليوم اذا بيجي منبش بخبر متى كان استقلال لبنان بيجي بيعطيني من ويب سايت صوت لبنان لانه كاتبين عنه وبيعطيني من ويب سايتات اخرى كل اللي كاتبين عن هذا الموضوع بيعطيني اياهم وعلي انا اختار <applause> كمان جوجل مرحلة من المراحل حسنوا بهذا الشيء انه يجربوا يجيبوا من sources more trusted than others سو so بيقول لك مثلا سي ان بي بي سي very trusted sources بيتفوقوا على غيرهم من المواقع بالريزلتس تبعهم تشات جي بي هو اذا بدك مجمع الداتا كلها سوا وعم بجاوبك لها اسرع الطريقة اللي بيعطيكي الأجوبة لإلها تشات جي بي تي بتحسي أنت لإلك أهيم من جوجل، بس الفرق على جوجل أنت عم تجيبي من مصدر بتعرفي شو هو، سو so, انت اليوم بنعرف آه, نحن كل المواقع وكل الويب سايتات الاخباريه وزر العالميه او غير عالميه عندها اتجاهات معينه سو so, اليوم انت اذا عم على خبر عن مثلا رئيس سابق الامريكي دونالد ترامب اجمالا بالسي ان ان دائما الاتجاه ضده بفوكس نيوز دائما الاتجاه معه سو so, انت تقدر تعرفي هذا الشيء على تشات جي بي تي ما بتعرفي من فوق الداتا سو so, ما بتعرفي اذا المعلومه رح تقريها صح ولا غلط حتى تشات جي بي تي في عنده اشياء رفع فيها دعاوى في اشياء في عالم حاطط عنا اتهامات منا مظبوطة في اجين بس كثير مهم كمان نعرف شغله تشات جي بي تي از نوت ذا اونلي اي اي طول موجوده هي اكثر وحده انعرفت اكثر وحده فريندلي لا اكثر وحده حبوها العالم صحيح بس في تولز بتشتغل للموسيقى في تولز بتشتغل للجرافيكس في تولز بتشتغل للفيديوز في تولز بتركب لك كثير اشياء من هودي يعني اليوم وشفنا الصرخه اللي طلعت خصوصا بالقصص الكرييتيف ان كان الفنيه ولا ان كان ال استعمال لك آه... استعمال الاي اي للشر هين يعني اليوم عم بيروحوا يركبوا ام ولد بيركبوا على فيديو غير اخلاقي او وات ايفر بينشروه بيسببوا مشاكل سو so, <applause> هون دائما كمان هذا الموضوع اكثر من مره صرت مسؤول عنه اكثر من مره مجاوب عنه اللي هو انه الاي اي تول مفروض تتقصى الشخص شو عم يطلب منه تعمل اذا عنده عن جد ابروفل وينعمل عن جد تشيك اب او ديو ديليجنس عن الطلب اللي انعمل تنفتح ولا لا يعني اليوم كتير بتفرق اذا اخذت صورتك وانا حكيم تجميل بدي اعمل لك عمليه تجميل معينه يعني عم فرجيك كيف تطلعي وإذا انا عم بستعملها تو اعمل بولينج او اعمل حمله تشهير فيك تفرق كتير بيناتهم سو so, لازم نعرف نحن كل يوز كيس او كل اي اي تول يكون شو اليوز كيس وعن جد عندها ريكوايرد بيبرز لا ينعمل هذا الشيء لا تقدر تعرف انه اللي شهر بيارا هو سلوم اما اللي استعمل صورتك لا تعرفي مين هذا الشخص تقدر يكون في عقاب له ما فيها تضل هلا طبيعه الحل هيدي ثوره طالعه جديده ما بنبين منها اليوم حسناتها وسيئاتها من اول ما تطلع يعني اليوم ما لا شركه من الشركات اللي عملت انفستمنت بالاي AI عملتها بغية الشر يعني. تحدثت فتحت موضوع الشر بالاي AI او الذكاء الاصطناعي لندخل بالمحور الثاني من من حلقتنا بالحرب الروسيه الاوكرانيه دخلت العمله المشفره او البيتكوين ب مسار الحرب وبالخير والشر اذا بدنا نسميها ولكن هلا برايك الذكاء الاصطناعي رح يقدر يلعب دور اكبر بالحروب اوكي okay. بس لنفرق كمان شغلتين بيتكوين او العمله المشفره is not related to AI. No, no, no. أبدا It's بس blockchain. عم نحكي عم نحكي okay. شوي عن التكنولوجي عم... عم... الادفانتج <applause> تبع كمان لنقول شوي الادفانتج تبع البلوك تشين الادفانتج تبعها هو انه انا بحول لك مصاري على حسابك بدون ما تعرفي من وين انا اطلع مصرياتي ولا انا اعرف وين انت حسابك ويكون هذا ترانسفير تم بغض النظر لشو تحول شو الغيه, شو تبع هذا التحويل هذا الادفنتج تبع كيف عم حم... كيف عم تلعب دور بما بالحروب اوكي الاي اي موجوده بت... بفتكر وشبه اكيد منه الاي اي موجود قبل ما نزل عند العالم يعني اليوم كل شيء آه حربي عنده لابوراتوريس تبعه وعندهم الار ان دي ديبارتمنت تبعهم ار ان دي ريسيرش ديفلوبمنت تبعهم يلي هن دائما بيبقوا سابقين وات از افيلبل فور بابليك تو بي يوزد واكيد هودي بيبقوا تابعين لسريه تامه يعني اليوم بيجي بيقول لك انه هو بيعرف بده يكون يا حدا قاعد معهم يا ما بيعرفهم بيدعي انه بيعرف الحل الثالث مش موجود لهذا الموضوع so لا كمان انا اجي ادعي انه انا بعرف كيف عم بيطوروها ما بعرف بس اللي بقدر اقول لك انه اكيد الاي اي اليوم ليه اذا نحن الموجود بين ايدينا هو هيدا اللي عم نشوفه اكيد عندهم شيء متطور اكثر واكيد عندهم عالم عم تشتغل على صعيد ثاني وعلى دماغ ثاني واكيد بقدر اقول لك اليوم في صواريخ موجهه صارت موست برو اللي تاخذ كيف اكيد اللي فيها تاخذ صوره عنك او عني ويقولوا انه هذا الشخص اللي نستهدفه ويكون ويكونوا عارفين موقعه لهذا الشخص ترول كوميونيكيشن والتليفون تبعه وكل الداتا البازية عنه ويقدروا يواجهوا الصاروخ بس يفوت على هالبنايه بس يشوف كيف ينفجر اكيد في شيء هيك اليوم موجود شو هو اللي عم بيصير دائما بالتطوير هذا دا شوي يعني برات الدومين تبعي ذلك بس بقدر اقول لك الموجود نحن معنا هني اكيد معهم زياده سو تخيلي بالموجود نحن بين ايدينا قدام متطور اكيد هني معهم على القليله متطور اكثر ب 20 او 30% شو تعليقك على المشهد اللي شفناه من كم يوم بحرب غزه وتحديدا توقيف بعض التطبيقات لصالح طرف عم نحكي عن جوجل مابس؟ نعم اوكي جوجل مابس أنا هل عمنا. بحق لنا نستعمل آه بس لحظه خلينا نوضح اول شيء ما توقفت بغزه جوجل مابس لان هذا الموضوع كمان حكيت معه عنه ال سي آه جوجل مابس اللي عم بيصير وأنا في حرب بين دولتين عم بتوقف اللايف ترافيك بين هود الدولتين ليه؟ باعتقادي الخاص مشان ما يبين وين في تجمع ويصير في استهداف للمدنيين باعتقادي الخاص بس ما في تصريح رسمي بهذا الموضوع هلا هل في تحاليل اذا نطلع برات هذا انه هاي وقفته كرمال لانه يا رب تستفيد ما بيستفيد هذا بازار سياسي انا ما كنت قاعد معهم بالاجتماع بيقول ما بسوق قرروا ياخذوه وتقنيا اللي بقدر اللي كان لجهتين مين عم بيستفيد منها مين ما عم بيستفيد منا كمان ما من لا عارف. مش قاعد بمجالسهم كمان نفس الشيء ما حفظ بالتكهن هناك آه، تحذيرات كثيره من ارتفاع نسبه الجرائم الالكترونيه والخطر على الامن السيبراني آه، <applause> هل محقه هالتحذيرات وهل مزبوط في خطر على هالموضوع الخطر على بقدر اقول لك هلا نحن قبل ما بلشنا الحلقه واحنا وبالحلقه زاد هل قد عم بيزيد وهل قد بهذا الاكسلريشن وين بتشوف مكان الخطر اول شيء عم بيصير في كتير ترانسفيرات في افراد يعني بيجوا بياخدوا اسمك وعنوانك وانفورميشن عنك بودوا ايميل باسمك اوكي انه مو معروف حول لهون عم بيقدروا يعرفوا كيف بيبل بالشركات يلي عندهم بيبقى تصاريح بانه أنا هلا إذا مسافر ببلد معين بيبقى مثلا في فئة مدراء معينين أو كلاس معينة إلها حق إنه تحجز أوتيل معين أو إلها حق أون سبوت، سو عم بيكون عندهم أسامي هودا العالم، وعم بيكون أسامي العالم يلي بتقدر تقول أوكي على تعمل أبروفل أو تعمل تشين، عم بودوا إيميل بهودي الأسامي يستخدموها، عم بيصير في حوالات مالية بهذا الموضوع كمان بدون ما تتوقف، هلا اللي صار واللي عم بحد من هذا الشيء، كل شيء صار في عنده شيء بنسميه فاكتور أوثنتيكيشن، يعني مصدرين لتاكيده يلي هو بالشركات عم بيعتمدوا انه بنودي الايميل ويكون اوفر ذا فون بالبنوك عم بنودي الايميل وي اوفر ذا فون وصار في شيء اسمه ديجيتال سيجنتشر يلي كمان صعبه تتغير أه صار في عنا بنشوف حسابنا بس نفوت بدنا نفوت على حساب البنك بدنا نحط باسورد اذا الباسورد صح بده يوصلنا كود اس ام اس على الرقم اللي نحن معنا اياه إذا, اذا الباسورد غلط اذا الباسورد غلط معود بسلامتك بدك تصير انت ببطل فيك تجيب اكثر على الاكونت تبعك ف يمكن محل معين عم بتكون مزعجه لبعض العملاء بس اذا بدنا اليوم عن جد نعمل سكيورتي مضطرين انه يكون في تشيك اب على اكثر من شغله يعني اليوم ابلكيشن بنوك واغلبيه البنوك الاوروبيه غير الباسورد بدهم يشوفوا شكلك اذا ما شافوا صورتك ما بيعطوك اياها هلا احد الاشخاص اجى قال لي وبركي حدا حاطط راسه فرد براسه هل قد صعب يقدر يوصل هلا صرنا عم صرنا رجعنا لاول نقطه اللي هي عم نروح على الموفيز مش, إيه إيه مش قادرين نروح على مش قادرين نروح على قد يعني إيه، تو سكيور ثينكس بعدين يمكن اوقات واحد بين حياته وبين اذا تحت تهديد السلاح بين حياته وبين يظهر مصاري صار ايه 100 100 ما هيدي صار موضوع ثاني عدم وجود مرجعيه بهيك حالات لمحاسبه ما قام بعمليات الاحتيال آه على صعيد اكبر اكيد آه من انه مجرد يمكن حساب بنك او آه يعني لكن الملفت بهذا الشيء وبفتكر انه هود الشبكات في معهم آه موظفين او حدا بالكادر البنكي يعني عم بيساعدهم لانه اخبرك على كيس صايره مع حدا كثير قريب لنا انفتح حساب باسم شركة علما انه بأي دولة أوروبية تفتح شركة تفتح حساب يعني بدك كمية اوراق بدك كمية اوراق كثير كبيرة وبدك كمية ابروفز كثير كبيرة لنا الشغلة هالقد هينة في ديو ديليجنس كثير كبيرة بتصير انفتح حساب باسم شركة وتسكر بظل خمس ست ساعات ببنك وصارت الحوالة المالية وانسحبت كاش so. بنعتقد وراء هذه العملية في موظف متواطئ ولا ممكن تصير ما بعرف مين الموظف المتواطئ بس ولا ممكن بهالسرعة ينفتح حساب وشي انه تتحول مصاري تنسحب كاش ويتسكر الحساب وتتسكر الكيس لا الاماونت تبع المصاري ما كان لدرجه فيك توصلي فيها على الانتربول انا عم نحكي بمبالغ كلها تبع خمسة 5 6000 دولار هون المشكله ما في قوانين بعد بتحملك على الاماونتات الصغيره بغض النظر اذا المتضرر اليوم يمكن هول 5 6000 اللي كانوا هن كلهم المصريات اللي معه او اللي هن لا اليوم اللي عم بيتابعوهم هن الاماونتس اللي بتتخطى خمسين الف بالحوالات هودي عم بيصير عليهم متابعة وعم بيصير عليهم تشديد وتدقيق هلا انا هون كمان بنفس الوقت اللي بنساله اليوم اذا انت عندك اي بزنس وعندك حساب ببنك بس تيجي تودي لك بس يكون زبونك عم بيودي لك مصاري ليجيتيميت ماني بيطلبوا فاتورتك واسم الزبون وبروف انه عملت له هذا زي هودا لكن لما انطلبوا بهذا الشيء سو هون بفتكر عم بيكون في تواطؤ معين بين شبكات بتتعاطى بهذا المواضيع وبنفس الوقت ما موظفين بالباب، بس اتس كليم ما فيه لها فاليديتي، ما فيه برهنة بشيء غير انه اللوجيك بتقول هيك. هون على السؤال الاكبر تنظيم هيدا القطاع بقوانين واضحه على ليفل اعلى يمكن من تحويلات ماليه، تنظيم او وضع قوانين صارمه للذكاء الاصطناعي لما نوصل لعمليات اكبر بكتير قديش مهم ايضا آه، وهل قادرين كل شيء بدون ريجوليشن هل لكن أصلاً؟ كل شيء بدون ريجوليشن وين شو هو أكتر بلد بتعتبريه منظم بالعالم سويسرا لندن هلا اليوم يبطل في اشارات سير يقولوا اليوم نحن بلندن طافيين اشارات السير رح يصير في 10000 حادث كل شيء بدون قوانين واليوم يقولوا بلندن اللي بيقطع اشاره السير ما رح ياخد غرامه بفتكر على القليله 20% من السيارات رح تقطع ال... اذا احمر رح تقطع اشارة كل شيء ما في له غرامه ما في له عقاب الانسان بطبيعته بحب انه يحي يحي يترك لحاله المجال يعمله نفس الشيء ابلايز على اي اليوم اجين نرجع نقول هيدا تكنولوجي جديده بعد ما بنعرف خير من شر بلشنا نشوف على عم تستعملها للشر هيدا الشيء بلش يفتح العيون على انه ستوب لازم نعمله بغض النظر من مين طالع ستوب تبع على انه في كمان عالم عم تقول مصالح لا ايه مصالح لانه بدها تلحق غيرها شركات قبل سبقتها بدها تاخذ هذا الوقت تتعمل يعني ما حدا قاعد مع الثاني شو عم بحضر المخفي ما حدا بيله كنت... بالمصلحه العامه ايه. والمجتمع في يقول <applause> لك انا كنت موقف بس ما يكون موقف فعليا سو so. اه. هيدا الموضوع بده ياخذ وقته يعني لا يصير عنده القوانين تبعه بس بلشنا نشوف يعني اليوم بقطاع اذا بدك الملتي ميديا بلشنا نشوف لا ستوب على كتير اشياء من وين جاي حس الوضع؟ أخرت كثير وبلشنا نحكي ملتي ميديا وصلنا لمحل عم بحس حاله المستخدم منه بأمان عند استعماله اي اي تطبيق صار اساسي يعني يمكن مثلا معقول تستغني عن انستغرام معقول تستغني عن اكس معقول تستغني عن فيسبوك بس بعد في حدا قدر يستغني عن واتساب؟ يعني صرت انت مسك فيه، مش مسك فيهم صرت بحاجه لهم لدرجه عارف حالك بخطر على هدول الابلكيشن بس برضه ما فيك تطلع منهم يعني تاخرنا كثير <applause> آه لكن موضوع تاخرنا كثير رح نرجع شوي على كيس قديمه صارت اول ما نزل الايفون من بعده نزل اندرويد وكان الاندرويد اكثر واحد شبيه للايفون هو على السامسونج بتتشكى شركه ابل على سامسونج وبتربح الدعوه 1 بليون اخذ الدعوه شي اربع خمس سنين تاخرت كتير ويمكن المردود المالي اللي رجع لها لابل منه كافي هاوفر ابل بقيت بعد عم تشتغل وما سكرت الشركه ولا انضرت وسامسونج بقيت نزل تليفونات نفس الوقت بس تعلموا كل شركة التليفون انه هذا الشيء ما فينا ننقله غير ما يكون في باتنت سو so, اليوم بحي الله شيء الجريمه قبل ما يكون في اي اي اذا بنرجع على الانسان هو ممنوع تقتله انت okay. مش اول ما خلق الانسان بلشوا يقولوا ممنوع تقتل لصار في عده جرائم وهون عم نحكي بروح عم بتروح لا صار في انون تبعه ما فيك تتكهني انون لشغله هي وعم تنزل يعني ذير از نو بوسيبيليتي وبيجي بيقول لك انت اليوم بتكوني عم تعملي بروجكت لحدا وهذا الحدا عنده كل البزنس كيس تبعه وانت عم تسالي كل الاسئله وعندك خبره صار بهذا الدومين برضه بيطلع لك اكزامبل بقلب البروجي يا during تسليم يا قبل التسليم يا وزن ما ماشي البروجي بيجي بينزل كيس ما حدا مفكر فيها إذا عم نحكي مثلاً على واقع الأخبار يمكن مثلاً كيس انتخاب رئيس جمهورية في حال كانت متواصلة 24 ساعة ولا حدا فكر فيها ولا مرة بعد صايرة هيدي الكيس يعني، في تكهنات معينة ما فينا نكون كتير قاسيين على العالم اللي عم تعملها لأنه يعني نحط حالنا محلهم شوي ونرجع نقول إذا كنا نحن طبقناها ولا لا تحدثت بسؤال اللي قبل عن بيانات المستخدمين وانه عم بحسوا حالهم على الملتيميديا ميديا عم بحسوا حالهم بمعلوماتهم الخاصة غير آمنة هل هيدا الشيء بينطبق ايضا على تشات جي بي تي ما كثير واضح شو بياخد داتا عنك بس فيك تستعملي تشات جي بي تي از انكونيتو يوزر ما بيوقفك انه تستعملي بس انه ما فيك ترجع له ما منا عارفين كتير اذا اليوم بس نوديلو شي شيء لتشات جي بي تي اذا بيترك لوج ولا لا ما كتير واضحه بعد هذا الموضوع وعن مستخدمين عن بيانات الداتا تبع العالم نحن عم نعطي الداتا تبعنا اليوم في ادمان على شيء اسمه انستغرام العالم ما بتقدر تطلع عنه في ادمان على شيء اسمه فيسبوك كان قبل في ادمان على شيء اسمه واتساب وكل هودي كل هودي التولز شفافين جدا بقول لك ايه نحن عم نقرا الداتا بس ما وقفت تستعمليهم فيك توقف تستعملهم اليوم ليك على لازم ينتبه لا المستخدم. بدي... على لازم ينتبه هذا هو هذا جاي لك اليوم بواتساب انا ما بفتكر ولا نهار بالهم بشركه متى يعرفوا اذا انا ومرتي متخانقين ولا لا هن عم يستخدموها على واتساب كونفرسيشن يمكن تشوفوا انه وقتها مرتي كتبت نيدو يطلعوا لي دعايه حليب هذا بتاني. اللي عم بيصير هذا اللي عم بيصير عرفتي؟ ديبيندز مين ورا الشركه وعن جد شو عم بيصير بالبيانات تبعها أه ما افتكر عم بينبشوا على شيء شخصي يعني يلحقوا عم بتكون اكثر اقتصاد او اكزاكتلي هاوفر مزعوج انا من هذا الشيء يا في يروح جيب ابلكيشن لإلي يا في نبش على ابلكيشن التيرناتيف راح يكون البديل تبع عمل في محل بالنهايه الشركات بدها تطلع مصاري منه يا بدها تستعمل الداتا تبعك وتستعمل بيلا دعايات لترد مصاري ما... ما حدا نعمل لك شيء كرمال يعني هو مثل عروض البنك تعب انه نعطيك لون ما في بنك بده يطلع مصاري ما جاي يقدم لك مصاري مش بده يعطيك شيء ب بي... ايه 100% بده يعطيك شيء ب لو انترست ريت شوف وين في شيء تاني بده يربح منه سو so نفس الشيء بالابلكيشنز ما حدا عامل شيء يوتيوب ما عملت لنا منصه نطلع عليها فيديوز ببلاش ابدا مش هيدا مش تارجت تبعي تفرفح لك قلبك تفرفح لي هي التارجت تبعي تطلع مصاري واذا وصلت لمحل معين صار عندك تشانل كمان تعطيك مصاري إيه. كمان ما نفس الشيء اذا منا عم تستفيد منك هي عم بتفيدك وبنفس الوقت تستفيد هيدا الفرق بيناتهم بس هودي البلاتفورمز يعني شفافين كايند kind اوف of. فينا نقول عندهم شفافين آه بيقولوا ليه عم نستخدم الداتا تبعنا ليه برضه مزعوج من هود القصص كلهم سوا في سمبلي ما يستعمل سمارت فون في ما حتى دو نوت كوميونيكيت اوفر ذا فون، خبر بالحكي. وفي مثل قديم مثل ما بقول اي سر بدك تكتمه بس تصير بين اثنين شايف انت خلاص انتشر ما هو صار بينتنا بيناتنا صار بيناتنا كثير مية 100% سو so اللي عنده شيء كثير سري ما بده يحكي عنه يتركه له لا يخبره لا على التليفون ولا لايف ولا ولا بمحل بالمحور الاخير شو ناطرنا المرحلة الثانيه من الذكاء الاصطناعي اكيد ما رح نقدر نتكهن 100% شوية اللي رح يصير بس في أسئلة كتيرة عم بيسألون لحالهم هلا العالم بأول حلقة حكينا عن أفلام الساينس فيكسيون والروبو يلي بيخترعوا الإنسان واللي بينقلب عليه بمكان معين هل رح نقدر نوصل لمحل يتفوق علينا الذكاء الاصطناعي؟ يقدر هو عكتر ما بقى عم نعطيه معلومات وعم نعطيه داتا يوصل لمحل يقدر يصير يطور نفسه بفتكر حسب ما عم نشوف الذكاء الاصطناعي رح يصير يحول الانسان لانسان اذكى بكثير مما بتعرفيه هلا عم بتقول عكس ما بعض الخبراء بيقولوا عم بيعتبروا انه هالذكاء الاصطناعي رح يصير الانسان ما له جلاده يفكر ما له جلاده يكون كرييتيف ما له بالعكس, بالعكس الانسان اللي ما رح يكون له جلاده يفكر هو ما رح يلاقي مطرح لإله لانه اليوم اذا بتجي بتطلع يا خلينا نرجع كثير شوي لورا بالتاريخ وقت اجت الكالكولاتريس وقت الكالكولاتريس اما صرختهم على سلسلة المات لا كالكول ما انطالي لا بده واحد يحرك راسه طيح يا جماعة يضرب خمسة ضرب أربعة يضرب على الكالكولاتريس طلع عشرين ماشي الحال ما بده يحرك راسه واحد شو بيأثر بالنهاية مهم يكون عرف انه بده يعمل هذا الحساب اليوم ليه عم لك هذا الشيء الانسان مضطر يكون اذكى كل شيء سخيف او كل شيء طبعا نقول كلمه سخيف كل شيء هين ما بده تفكير صار في مكانات تعمله اوكي يوم بالزمانات كنا تنزرع بدك حدا يقعد ينكش ويثبت الارض ويعملون صار في تراكتر بيفلح الارض بنهار اللي كان بيقدر انسان يعملون فهو خففت انت بس خففنا عمال ما خففنا ف... عمال لانه استعملنا خبره هودي العمال اللي عملنا تراكتورات واستعملنا خبرتهم هؤلاء اللي زراعه وقدرنا خفضنا كوست الزراعه وصرنا نطعم عالم اكثر وبدل هودي العمال اللي كانوا ينكشوا صار عندنا عالم اكثر بتصنع مكانات تقدر تنكش بس صرنا نقدر نصنع اكثر بكثير اليوم الذكاء الاصطناعي في بلشنا نشوف حتى ايفن على الويب سايتات انه شريحه بتنحط بدماغ انا انا شخصيا اذا هالشريحه صارت موجوده بكره بحطها قبل اليوم مستعد يبلشوا في تجربه لانه كل شيء لا بدي شغل راسي تحفظ مش قايلين لا بدي شغل راسي اذا في تشيب تحفظهم هاودي وده الراس اللي شي بده تحليل شو انه نفع وجود الانسان بحد ذاته اذا في اذا في تحليل وتطوير المكنه ما فيها تحلل تطور ما فيها تحس ما فيها تعرف يعني لا اعطيك فكره اليوم في روبوت بيعمل عمليه اوكي هذا الروبو ما في يعرف اذا هذا الانسان عم ينوجع ولا لا بس الحكيم هو عم بيعمل العمليه في يعرف <applause> اوكي اما شو افونتاج هذا الروبو الحكيم هو عم بيعمل لك عمليه ممكن ترجف ايده لو لولا مد... لو لا ميله ممكن يصير معه اي طارق صحي ويتوقف قبل العمليه وهذا الشيء قد لا وفاتك الروبو ما راح يوقف يعني كل شغله لها الافانتاج والديزافانتاج تبعها اليوم اذا انت في تشيب بتشتغل حد دماغك بتخليك تقدري بدل ما تقعد تفوت تقرا اليوم اذا بدك تستعمل انت اي سوفت وير تقرا يوزر جايد بشهر اذا هذا اليوزر جايد بتكبسي هيك كبسه بيصير براسك واي نوت كثير حلو ساعتها خلص بلشي طب، بس شو بضل بده ليه بده يضل مخك عم بيشتغل لتعرفي شو كيف بدك تستعمل اي وحده من هود التول اللي صاروا مخزنين براسك لتقدري تحقق اللي انت بدك اياه سؤال اخير سلم دحتاح بهيدي الحلقه مثل كل شيء بعالم التطور بعالم التكنولوجيا من بدايه خلق الانسان وبلش يتعرف على التطور وكيف يطور حاله البعض بيستخدمه للخير البعض بيستخدموا للشر. قصدنا من هيدي الحلقه نحكي شوي يمكن عن قصص السلبيه الى حد ما بالذكاء الاصطناعي، ولكن برايك انت وين شايف الامور واصله؟ هل رح يتم استخدامها اكثر للشر للحروب، لتطوير الاسلحه، للجرائم الالكترونيه ولا رح تضلها محدوده وشو يلي رح يحدها؟ في اشياء بس. بس نحكي عن شر وخير هون بهود المواضيع في آه سيرولاتيف يعني بدي اجرب انه يلي ممكن انت تلاقيه شر انا ممكن الاقيه خير خاصه بالحروب بس في قصص سيبتي ايه في اشياء سيبتي طبيعه الحال اوكي اليوم اجين نرجع بنشدد اوريدي سبق وسطهم الذكاء الاصطناعي ما بفتكر في شخصين هيدي بيناقشوا عليها او بيختلفوا عليها انه اليوم بولينج ولد عمره اربع خمس سنين يشوف صوره امه او بيو بمشاهد غير يعني أخلاقياً اخلاقيا هيدي شغله هي. سيئه بس تحركت البوليس بنفس الوقت لتعرف مين ورا هذا الشيء وتوقفه سو so. اشرار دايما في اشرار موجوده بدون ومع ذكاء اصطناعي اليوم اللي بيبقى ناطرك على الطريق ليزعجك اللي بيبقى آه اللي بيفوتك يكسر لك بيتك لا هذا موجود قبل ما يكون في ذكاء اصطناعي اليوم شو صار عم اسهل لا مش صارت اسهل صاروا صاروا بيطلعوا بيعملوا تشيك ان بس يفلوا من البيت اذا عملت تشيك ان شي محل اه رح نمشي بالبيت نجرب نروح نسرقهم فهيدا هيدا الشيء اللي ساعدهم اوكي فينا نوقف ننتبه لهذا الموضوع بس هي قبل ما كانت موجوده اصلا هالتكنولوجي كانوا يقعدوا يراقبوا البيت عن بعيد بس يلاقوا العالم فلت تروح هلا بعدنا لليوم الجبال كتير وعنا بلبنان كتير موجود هدا الكارب كتير من ضيع يلي يعني منا مأهولة صيفا شتاء بتنصر البيوت تبع بالشتوية لأنه العالم نزلت على على الساحل هيدي ما في ذكاء اصطناعي مع الذكاء الاصطناعي يمكن تخف مش بالضروره تزيد لانه صارت العالم تقدر تركب كاميرات، صار فيك تركب سنسورز صار فيك تركب شيء بزمر، شيء بدق للبوليس. سو so, نجي نعطي من هلا انا وياك كونكلوزيون انه الذكاء الاصطناعي حيزيد الشر او حيزيد الخير، ما كيف نحن... نحن الانسان هو الخير والشر ونحن كيف راح نديره مش الذكاء الاصطناعي هو الخير والشر شكرا لك مهندس الاتصالات والمعلوماتيه سلوم دحداح لوجودك معنا ضمن هذه الحلقه شكرا لاستضافتك شكرا للمستمعين والمشاهدين والمشاهدين <applause> مستمعينا ومشاهدينا شكرا لمتابعتكم وما تنسوا لنا اقتراحاتكم عبر هاشتاغ مش فلين على منصة اكس وفيكم تابعو اعاده لكل برامجنا عبر موقعنا الالكتروني فيديو ادو تم ايه وصفحاتنا على السوشيال ميديا اوف لبنان ميه تحيه مني يا على امل لقاء الاسبوع المقبل بحلقه جديده ومواضيع جديده ودايما عبر هوا صوت لبنان صوت الحريه والكرامه